اقعد اقعد يا ريس. على مهلك على مهلك. ارتاحي. المصنع ده كله بتاعي يا رجب، ملكي. واو، وانتي ورثتيه يا ريسه؟ عمري ما كنت من الورثه ولا كنت عايزه ابقى منهم. المرحوم كتب لي المصنع وسجله لي في الشهر العقاري، كان خايف عليا من الورثه. المصنع ده يا رجب 3000 متر. عارف يعني ايه 3000 متر في وسط البلد؟ تعرف المتر بكام؟ وكل يوم في زياده بزياده بزياده. عشان كده يا ولا انا عايزه اتجوزك، عشان تورثني يا مغفل. انا عارفه دماغك فيها ايه، بس انا زمان كنت واحده تانيه. عارف يا ولا يا رجب، انا دخلت المصنع ده وانا عندي 16 سنه. كل العمال في المصنع، الرجاله بقى كلهم، من شاب لعيل لعجوز، لازم يصبحوا عليا كل يوم، يقولوا صباح الخير يا اصيله يا وش الخير، حتى المنشاوي. انا كنت زنت الصبايا يا رجب. عارف كانوا بيقولوا عليا ايه؟ يقول البت دي حلوه قوي، جسمها حلو ونخشه كان. هو الحاج عبد الفتاح المنشاوي ده اتجوزك يا ريسه؟ اياميها ما كانش حاج، هو اتشرط عليا شويه. ولما انت كده يا ريسه، مالك انت ومال ولاده وبنات الشوارع؟ ده انت زعيمه، ده انت بحركه صباع بتنقلي شوارع. ما انا ولاد الحلال خوفوني وقالوا لي الدنيا ما بقتش زي زمان، قالوا لي ان ممكن اجي الخرابه ما لقاهاش، القى طالع برج فيها ولا حاجه. واحنا بقينا في زمن الخطف، وبرضه بقينا في زمن الحق في ضايع على طول. قلت احرس ملكي بنفسي، سبت شقه السيده وجيت قعدت هنا، وما جبتش غفير، ما الغفير ممكن يبيع. واول ليله يا رجب بت فيها لوحدي، ربنا ما يوريك، كنت مرعوبه، ما هو اللي يسرق يقتل. وانا وحدانيه، لا عندي حبيب ولا قريب، عايزه ونس، عايزه لما اعمل ايه باي حد ايا كان معدي عاوز حته يبات فيها، بت راجل ست عيل، اقول له تعالى. وعملتهم كويس عشان يحبوني ويخافوا عليا. دلوقتي بس انا فهمت يا ريس. يا ولا انا هتجوزك عشان تورثني، ولما تورثني ابقى اتصرف في مالك زي ما انت عاوز. يا جدع بتاع النور، ده في بقالك يا سيد، انت مش ملاحظ يا سيد؟ طب انا عارفني. طبعا عارفك يا ست ام عاطف. ام عاطف بس؟ ام عاطف الست نوارة والانسة تغريد. ايوه، الانسة تغريد اللي انت خدتها اخر الدنيا على كوبري امبابة، كنت فاكرها مزحه تقشرها، طلعت اشد من حبايه الدوم. بتضحك ليه؟ اولا كوبري امبابة ده حضرتك اللي اختارتيه، ثانيا بنتك لو موزة تتقطع ايدي قبل ما اقشرها هي او غيرها. انا بفهم في الاصول كويس قوي يا ست سميحة، واعرف يعني ايه شرف بنات الناس. امال قطعت ليه؟ انا ما قطعتش، بس يعني مش معقول هجيلكوا البيت كل شويه من غير مناسبه. عندك عداد النور تعال اكشف عليه. هو القرايه كل يوم؟ انا بخاف من كلام الناس، البيوت سمع. لولا اللي انا شايفاك قصادي راجل بجد وما بتكذبش كنت قلت عليك نهايته. كنت طفشان ليه؟ انا مش طفشان والله العظيم، انا مش طفشان، انا بس بصراحه مكسوف منك. كنت حابب ان انا اعرف تغريد وهي كمان تعرفني، من غير وصايه من حد، من غير توجيهات، بالعربي كده على طبيعتها. لا يا خفيف،
بنتنا من السمكة تعوم في البحر زي ما هي عايزة وتكون تحت رحمة الصياد الشاطر. أقسم بالله العظيم أبدا، ثلاثة بالله العظيم ثلاثة، أنا ربنا هو العالم بالنوايا. خلاص ما دام نواياك طيبة اعتبرني معرفش. ما ينفعش، حضرتك عرفتي كل حاجة. خلاص المطلوب منك دلوقتي إنك ما تعمليش علينا وصية، يعني سيبي كل واحد فينا يفهم التاني من غير توجيهات. هو ممكن بس بالشروط. أمريني. وفوق الشروط شروط كمان، أنا مش عايزاها تخيب خيبة أختها. إن شاء الله مش هتخيب خيبة أختها، أنا والله العظيم أقدر أحافظ عليها كأنها أختي بالظبط. أنا مش عايزاها زي أختي، الأخ ما بيتجوزش أختي، اعتبرها بنت عم. هو أنا عارف أشوفها أصلاً عشان أعتبرها أختي ولا بنت عمي؟ خلاص هخليك تشوفها. يبقى كتر ألف خير. عايزاك تفسحها البيت زي ما قالت لك مكتومة كتمة الفول المدمس، عايزاك تاخدها في حتة نظيفة كده أهو عشان تحس إن هي بنت زي كل البنات. ما تخافيش عليها، تغريدة عندها ضوافر بقطة. أقول لك إيه؟ لو تغريد عندها ضوافر، أمها اللي هو أنا عندها ضوافر وأسنان وسيوف وسكاكين، ثلاثة بالله العظيم أكلك بأسناني أكل. ألو؟ أيوة يا عاطف، نقلت إيه؟ معلش أنا كنت مشغول الفترة اللي فاتت دي، على آخر النهار كده كلمني أكون قريته. مع السلامة. أيوة يا سلوى، في ورق عندك كده بتاع عاطف، طلعيه وقريه وقولي لي رأيك فيه. مع السلامة. صباح الخير يا هند. صباح الخير يا باشمهندس. في حاجة تخص الشغل النهاردة؟ مفيش حاجة مهمة، مدير التلاجة اللي الشركة مخزنة فيها اللحمة طالب دفعة. أما الناس أمرها غريب صريح، أنا مش فاهم ملهوف على الفلوس كده ليه طالما اللحمة لسه عنده. هو حضرتك لسه ما بعتش؟ لا يا ستي، أصل مسألة البيع دي شغلانة ليها ناسها، وبعدين في ناس بتعرف تشتري وما تعرفش تبيع، وفي ناس تعرف تبيع وما تعرفش تشتري. أنا بقى مش عارفة أبيع. ليه؟ ده البيع امر سهل قوي. طب ازاي؟ حضرتك هتبيع لحمه، يعني بضاعه مطلوبه. ايوه يا ام، ما حدش طلب ليه؟ الاول الزباين لازم يعرفوا ان احنا عندنا بضاعه، والموزعين والتجار يتعرفوا على الشركه عندنا هنا. ده انت متهشه بقى. اعمل اعلان صغير في اي جورنال وانت مش هتلحق على طلبات الشارع. برافو عليكي، من هنا ورايح انت المسؤوله عن قسم المبيعات في الشركه. متشكر يا هند. هند، يا ريت بقى تكتبي صيغه الاعلان ده بنفسك. تعالي يا سلمى. كويس جدا يا استاذ. هو ايه اللي كويس؟ التعليق اللي كاتبه عاطف. معقوله؟ زي ما بقول لحضرتك كده، اتفضل شوف بنفسك. لا اقري لي، اقري لي كاتب ايه. حكايه صوره، والعنوان اللي كاتبه المسلم الذي تحول الى كافر. اول قصيده كفر كده، بس عنوان على فكره مثير جدا، كملي. تخطى الأربعين عاما من عمري، عاش الفقر والحرمان، طعامه لم يتغير تقريبا طوال عمره، حيث طبق الفول في أفضل الأحوال. عاش يحلم بغداء أو عشاء يتذوق فيه طعم اللحم، وجاءته الفرصة، كانت أمامه مباشرة ولكنها كانت بعيدة تماما عنه، يراها ولكنه لا يستطيع أن يلمسها. المكان استوديو الأهرام السينمائي، وأثناء تصوير المسلسل الديني أعدت وليمة عظيمة لزعماء الكفار وأتباعهم الذين يتآمرون على النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. ولأن المخرج أراد أن يكون الديكور المشهد كأنه حقيقة، صنعت الموائد عامرة بأفخاد وصدور الضاني وجبال من قطع اللحمة والرز. رز هو موهوب، بس الأسلوب فيه ركاكة شوية. لاحظ أن دي أول مرة حضرتك؟ لا طبعاً طبعاً، ده كويس جداً، كملي. وقرر ألا تفلت منه هذه الفرصة التي لن تتكرر في حياته كما اعتقد، ولأنه مجرد كومبارس هزيل الجسد وهو ضمن مجموعة من الفقراء المسلمين، ومكانه في ديكور آخر ولا يمكن أن يتواجد في ديكور الكفار الذي سوف يشهد الوليمة، فقد قرر أن ينتقل من دور المسلم إلى دور الكافر بأي طريقة،
وبعد الرفض والمعاناة والإصرار رق قلب المخرج له وسمح له بأن ينتقل إلى صفوف الكفار. وكانت هذه الصورة الصورة والحكاية التي يجب أن نتأملها. لو كان هو اللي كاتب المقال ده يبقى مدهش. أنت إيه رأيك؟ أنا زي رأي حضرتك يا فندم. أنا رأيي إن ولد موهوب، مشروع صحفي جيد، ننشرها. تمام. اتفضلي. الجنيه بيفرح ناس، الجنيه بيبكي في ناس، الجنيه بيجوز ناس من ناس ويطلق ناس من ناس. الجنيه لما يحبك كل الناس معاك، الجنيه بيدفي القلب، بيعلي الشوق. يا شوق يا شوق. مع المطربة نعناع. واصحاب الليله. واصحاب الليله. العروسه اللي ملهاش زي. ملهاش زي. واهل العروسه. واهل العروسه. الافاض. 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 بقول لك ايه؟ مش عاوزين نطول. كام صوره كده على الماشي، احنا جايين مجامله زي ما انت عارف. اللي تشوفه يا حاج. نركز على العروسه والعريس. عينيا. السلام عليكم. لازق ورايا كده، اي صوره تعجبك خدها. ها ماشي. وحررت فوق قلبي اللي حبك ودفى حبك. على فكره بقى المغنيه اللي اسمها نعناع دي ما بقتش زي الاول. هبطت خالص. هبطت؟ هبطت ازاي يعني؟ اذا كان على المغنى اهو كلهم زي بعض، وهي عيشه بتغني زي ام السعد. هو يقصد المغنى والهيئه يا معلم شرشاد. مفيش حاجه بتفضل على حالها، حتى البني آدم سيف الزمان على الكل، وهي بتقاوح عشان أكل عيشها. بس إيه رأيكم في البنوتة الحلوة دي؟ نتاية. نتاية؟ وأي نتاية؟ دي أوكشة. يا سلام يا معلم شرشابي، أنت جواهرجي، تعرف الأصل من الفلس بنظرة واحدة. خد يا ابني أنت، تعالى صورنا صورة حلوة كده. ودفى حبك بيقول لقلبك من حب دوق. ارحم يا شوق يا شوق يا شوق. ارحم يا شوق يا شوق يا شوق. ارحم يا شوق. احنا نعرف بعض صح؟ يا خرابي الدنيا صغيره، بس ما كنتش عارفه انها صغيره قوي كده. بص يا عاطف، قبل اي كلام لازم يكون بينا اتفاق. مالك سخن كده ليه يا بت؟ ولا سخنه ولا بارده، راجل وقد كلمتك ولا اقول لك وش الضيف؟ انت عاوزه ايه يا بت؟ انت ما شفتنيش خالص، واوعى تجيب سيرتي قصاد رجب الفرخ صاحبك. انت زي ما انت شايف انا اتغيرت خالص. ايه اللي اتغيرتي؟ انت مش البت المفعوصه اللي شفتها اول مره وكانت ريحتها يعني لا مؤاخذه ما تاخذنيش. طب ما انت كمان نضفت وبقى عليك القيمه، الحال من بعض. بقى ليكي ضوافر يا بت. يا اخويا لولا الخربشه كانت القطط بقت قاريني. طب هما دلوقتي النعجه وفرخ بيدوروا عليكي وخايفين، وانا يعني عايز عاطف يا حلواني، بدل ما ننطح في بعض تعالى نتفق احسن. انا مش عايز اخسرك، واللي باين في عينك ان انت مش عايز تخسرني. وبعدين ليه نخسر بعض لما ممكن نبقى اصحاب؟ عندك حق. الفرح شطب، انا لازم امشي دلوقتي. أشوفك تاني إزاي؟ ما تقلقش أنا هعرف أوصلك.
ابن الكلب الوسخ. مين اللي مزعلك قوي كده كروان؟ الناطع المعفن اللي وقف وسط الفرح ويقول سكتوها سكتوها وشغلوا الكاسيت. سكران يا قبلتي؟ لا انا هنزل اجيب ام. بقول لك سكران. حتى لو سكران عيب قوي يعمل كده. المفتري ابن المفتريه زي ما يكون جاب سكينه وشق قلبي بيها. منه لله منه لله. ما هم الناس شتموه بجد والنبي مبسوطه وغلاوتك عندي. عم فوزي الامور يا كروان. اطلع بينا على اي مكان ناكل لقمه. اصحاب الفرح كانوا مكحيانين وبيوزعوا على الفرح سندوتشات جبنه وبسطرمه. اي السافل السكري ابن الواطي. خلاص يا كروان بقى ليه لو عدت؟ لا يا اختي ما عدتش. هو انا عارفه اتلم على نفسي من ساعتها؟ ما انت برضو يا فنانه راكبه دماغك واي حد بيقدم لك نصيحه بتبقى تقيله شويه على ودانك. يا اخويا من غير لبت وعجنات من الاخر. الزمنا جديده كروانة. يا دنيله عليا ما انا لسه مجدده يا ابني. ده انا اشتريت اغنيه من اشهر واحد بيكتب اغاني واكبر واحد من الحاله. مش ده المطلوب. الاغنيه زي الفل كلام ولحن متغني لكن يعني. لكن يعني جمهور الافراح بيختلف من منطقه لمنطقه ومن شارع لشارع. ازاي يعني؟ انا اقول لك محتاجين اغنيه تخلي النايم يصحى والمسطول يفوق ويهز نفسه. عايزين اغنيه تاخد وتدي مع الجمهور تخليه يرقص ويغني. اغنيه هيصه. الناس دلوقتي بتحب الهيصه. اخبار النقطه يا شوش. كلك نظر بقى يا كروانه. انت لسه قايله في العربيه ان الفرح كحيان والفرقه مروحه بيوتها وهي مش مبسوطه. اسمع يا شوش انا عايزاك تدور على حد يلحن وحد يكتب ومش عايزه منتج. انا اللي حنتج. جميل. السلام عليكم من نشأة. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا استاذ عاطف. خير يا استاذ عاطف؟ بص هات خمس نسخ من السهم واللي اقول لك خليهم 10. طب ما تفرحني معاك وتقول لي في ايه. اقرا صفحه المجتمع. فيها ايه صفحه المجتمع؟ فيها انا. عال عال الف مبروك يا عاطف. انت كده حققت خطوه لقدام. بس خلي بالك انت اخترت الطريق الصعب. ليه سيادتك؟ رأس مالك كاتب ثقافته. لا شهادة جامعية ولا حتى الدكتوراه ليهم أي لازمة من غير ثقافة. أنت لازم تقرأ كتير. عندك مكتبة؟ لا أنا ما عنديش بس غير كتب المنهج بتاعت الوزارة. وعايز تكتب في الصحافة؟ طب اقرأ لي كده كتبت إيه؟ لا مش هينفع عشان نسيت الجورنال النهاردة. طب ما تبقاش تنسى تجيبه المرة الجاية. شوف نبتدي بإيه بقى. يلا تخطى الأربعين من عمره، عاش الفقر والحرمان، طعامه لم يتغير تقريبا طوال عمره، حيث طبق الفول في أفضل الأحوال. عاش يحلم بغزاء أو عشاء يتذوق فيه طعم اللحم. كفاية بقى، عاوزين نشوف شغلنا وأكل عيشنا. يابا عادي في إذن وكيف الجورنال. قبضنا وصرفنا. يابا دي حاجة كويسة. جايز تكون كويسة بس أنا مش عارف ليه قلبي مقبوض من الحكاية دي. شوفي مين يا تغريب. جرأة يا ربيع؟ يعني إيه قلبك مقبوض؟ دي وسواسة شيطان. طب يا ريت كده يبقى صحفي كبير وله شنة ورنة. ربنا يجيب العوائب سليمة. ده معتمد يابا. إزيك يا معتمد؟ خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. أنا عايز مراتي إن شاء الله بعد بكرة الساعة 10 الصبح. وشمعنا الساعة 10؟ عشان هنطلع على المطار. تذكرة السفر جاهزة والحجز جاهز. ها قولي لي كنت عايزاني في ايه؟ استاذة هو انا ينفع اقرا واكتب؟ انت عايزة تعلمي فعلا؟ ينفع؟ انا مش عايزة العلام يعني اللي زي علامك ده. انا عايزة يدوبك يعني حاجة على قد كده اعرف اقرا جورنال يافطة عنوان واكتب اسمي واسامي ناس تانية كتير. حاضر سيبيني افكر لك واشوف لك طريقة. ماشي؟ عارفة قبل سلوى ده لو حصل هيبقى عندي الدنيا وما فيها. مش هتصدق يا ريس حاجة خيالية. عارف حتة الأرض دي طلعت بتاعت مين؟ الأوقاف طبعا. لا يا ريس حتة الأرض دي بتاعت المرحوم عبد الفتاح المنشاوي وكانت مصنع حلاوة. قبل ما يموت بنى مصنع جديد وقافل المصنع القديم. وطبعا الأرض دلوقتي ملك الورثة والورثة بينهم مشاكل ملهاش أول ولا آخر في المحاكم. لأ يا ريس هنا المفاجأة.
الأرض دي باسم واحدة ست اسمها أصيلة أبو القمصان. بتقول إيه؟ أنت متأكد من الكلام ده صبحي؟ عيب يا ريس، أنت عارف شغلي. أصيلة أبو القمصان؟ أنت تعرفها يا ريس ولا إيه؟ اللي عرفها بقى كتلة الدهن المتحركة دي تملك المساحة المهولة دي اللي فيها المصنع. يعني الست دي فاتحة المصنع مأوى ومرتع لعيال الشوارع بمزاجها؟ طب ليه؟ يا عبيط، الست دي أذكى مني ومنك. الست دي بتكسب ألماز وذهب، بتكسب قد اللي كانت بتكسبه من المصنع وهو شغال 20 مرة. اسمع صبحي، الست دي لما كنت معاها في الحفلة قالت قدامي انها هتتجوز. انا عاوزك بقى بشطارتك تعرف اتجوزت مين، لان الموضوع ده بقى لغز بالنسبة لي. حاضر يا ريس، هستأذنك انا. ماشي يا ست ام القمصان. تعرف يا عاطف ان الموضوع بتاعك لا استحسان كبير قوي عند القراء، ناس كتير قوي من صحابي ومعارف يكلموني. الحمد لله يا استاذ. انا عايز بقى حكايه الصوره دي تبقى مره كل اسبوع. مره كل يوم لو عايز. لا، مره كل اسبوع عشان تقدر تختار الصوره والحكايه بشكل دقيق. عايزين القارئ يستناها بشغف ان شاء الله. عايزك تركز على الموضوعات الانسانيه والطريفه. بالنسبه لبقيه الصور ما تقلقش، هكلمك نجوى كمان اللي انا كلمتك عنها، هتاخد منك كل الشغل ده، وكده تبقى بعت كل شغلك يا سيدي. ربنا يوفقك. مشاكل لحضرتك. شكلك مبسوط على اخر. شكرا يا استاذ. على ايه؟ على كل المجهودات اللي عملتيها، يعني ذوقك واخلاقك والجرأة بتاعتك، ويعني المساعدة ساعدتيني كتير. وانا يعني ايوه، ركز وقول جملة مفيدة او جملة كاملة على الاقل عشان افهمك. انا عاوز اعزمك عزومة أصدقاء. تعزمني على إيه؟ اختاري. خلاص، يبقى سيبني اختار براحتي، ولما اختار هبقول لك. شوف بقى، الحسيني اللي بعتك ليا من يوم ما كان شغال عندي وعارف اني احبش اخد البواقي. اللي بيشتري قماش بياخد التوب من اوله، واللي بيشتري قوطه بياخد من على وش القفص. فهمت؟ فاهم حضرتك. انت اسمك ايه؟ عاطف ربيع. بص يا عاطف يا ربيع، انا ليا نظام في شغلي، تخالفه يبقى ما تلزمنيش خالص. انا هدفع لك 5 جنيه زياده عن سعر السوق في الصوره اللي تعجبني، بس بشرط ما تروحش لحد تاني. الصورة اللي متعجبنيش انت حر فيها. نفس طلبات الأستاذ الحسيني. ما هو تعلم هنا. واضح ان حضرتك مدرسة، انا تحت امرك. يبقى متفقين. بس انا ليا طلب عند حضرتك. قول. اسمي. اسمي كتب تحت كل صورة بصورها. حقك، وانا كنت هعمل كده من نفسي. بس يكون في علمك الشغل معايا حسب شروطي انا. لا مؤاخذة يا استاذة. نعم. الفنانة نهى جلال على التليفون، ودي رابع مرة تطلب حضرتك. حوليها، انا عارفه هي عاوزه ايه. حاضر. نهى جلال نجمه الاغراء. هو في نهى جلال غيرها؟ دي افلامها مكسره الدنيا. حبيبه قلبي المتالقه على طول، ازيك يا ناهد؟ اي اخبار حلوه تخصك انا جاهزه. واخده على خاطرك مني؟ هو انا اقدر؟ مش عاجباكي؟ انا بنشر الصور اللي موجوده عندنا، بعتي لي الصور اللي تعجبك وانا غرق المجله بيها. ده انا اتمنى، ده انا بوزع بيك يا نجمة النجوم. مع السلامة يا حبيبة قلبي. هو انا ينفع صورها؟ لسه بدري عليك، وبعدين دي قبل التصوير بتحتاج شغل كتير، كوافير وماكيور وكم شغلانة تانية. انا كنت فاكر انها ممكن صورها تخطيفي كده يعني على الطبيعة. طبيعة؟ طبيعة دي راح زمانها خلاص. زي ما قلت حضرتك مدرسة، وانت بقيت تلميذ فيها، على الله تفلح. ان شاء الله هبقى عند حسن ظن حضرتك. استاذن.
مع السلامة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. الله العظيم. البطاقات لو سمحتوا. بطاقة العريس وبطاقة العروس. والشهود. فضل مولانا. فضل مولانا. فضل. عادل حسان سليم المواردي. المهدي. المهدي يا مولانا. المهدي. جراياسي رجب، انت هتتجوز باسم واحد تاني؟ الناس يا اخويا بتتجوز باساميها. جرايا بنت عفاف. عادل حسان ده اسمي الحقيقي، رجب الفرخ ده اسم الشهرة. ها؟ خلاص كمل انت يا مولانا، مالكش دعوة كمل. ما واحدة فيكم تسمعنا زغروطة. بقول لك ايه؟ عمري. القسيمة دي أهم حاجة، تدفع له قرشين زيادة وتروح تاخدها بدري بدري وتشيلها جوه حبايبي عينيك. وهي مبسوطة فين دلوقتي؟ يعني هتكون فين؟ تلاقي عندها فرح سهرانة فيه. كان يوم اسود يوم ما شفنا وشها. بعدين ايه حكايتك يا سلوى هانم؟ مش كفاية انك خليتي راسها براسنا؟ وهي بنت شوارعية زي ما كلكم سمعتوا من بقها، بنت شوارعية، ولما نطفت شوية بقت صبية عالمة. وقال ايه حضرتك جاية دلوقتي نعلمها القراية والكتابة؟ ايه اللي ناقص تاني؟ ايه المفاجأة اللي بعد كده؟ سوسن، انت آخر واحدة تتكلمي في الموضوع ده، عشان كلنا عارفين انت مش طايقاها ليه، مع ان دي حياتك الشخصيه وانت حره فيها. يعني ايه؟ يعني البنت ماشيه معانا زي حد السيف، وعايشه معانا وهي مظبوطه. شكلكوا كده كلكوا بقيتوا ضدي. البنت عاوزه تتعلم القرايه والكتابه وطلبت منكم المساعده. اللي عايزه اتعلمها اهلا وسهلا، مش عايزه اتعلمها خلاص بلاش، هنعمل مشاكل ليه؟ هي ما طلبتش غير من صالو، وانا بعرض عليكم عشان كلكوا تبقوا عارفين، خصوصا انها عرضت تدفع فلوس اللي تشارك فيكم. عايزه اعرف كرامتكم راحت فين؟ دي عايزه تشغلكم عندها، عايزة تستغل الظروف الصعبة اللي احنا فيها. انا الحصة بتاعتي باتنين جنيه والحصة ساعتين ان كان عاجبها، ولو وافقت تبقى تجيب السبورة والطباشير معاها. انت اتجننتي يا صفية؟ انا بقى اتجننت لو كنت رديت اركب مع راجل غريب العربية وخليته يحط لي عقد فل على صدري. حتى انت يا صفية؟ انا شكلي كده لازم ادور على سكن تاني. طب انا بقى مستعدة اشارك صفية في المهمة دي بس من غير فلوس. متطوعة يعني؟ ولا متطوعة ولا حاجة، وفي حاجة ببلاش الايام دي. وايه التمن بقى اللي انت عايزاه؟ يعني تغسلي هدومي، تشتغل شغل البيت، وكده نحفظ مركزنا وكل واحده تقف على السلمه اللي تناسبها. يسلم فمي كده. لا ايه رايك يا وفاء؟ لا انا بره الحكايه دي خالص، لا عايزه حد يغسل لي هدومي ولا اخد فلوس من حد ولا عايزه اعلم حد. يبقى مش فاضل غير استاذه الاشتراكيه المهزومه في مصر. ها، عايزه فلوس ولا غسيل هدوم؟ والله انا بعمل اللي اقدر عليه لوجه الله، وبعدين اعرضه عليها. مش جايز ما توافقش انها تغسل هدوم اي واحده منكم؟ معلش تعبتك يا رجب. انا خدامك يا ريسه. لا ما تقولش كده، انت بقيت صاحب المكان دلوقتي. على مهلك. على مهلك. على مهلي غصب عني. على مهلي. ربنا يديك الصحه. ده الواحد يا ابني بقى نفسه يتكرف منه كده، مجرد ما يتحرك خطوه ولا اتنين يديك الصحه وطول العمر ويخليك يا حبيبي. اه قعدني بقى. على مهلك. قعدني. ايوه. اه يعني بص بقى يا عادل، تستغربش انا من هنا ورايح هندهلك باسمك الحقيقي. ما ينفعش يا ريسه، ما ينفعش. رجب الفرخ دوت اسم لبسني ولبسته، ولا انا ينفع اسيبه ولا هو ينفع يسيبني، وحتى لو سبته هيرجع لي تاني. البني ادمين دول يا ريسة عاملين زي الشوارع، مهما غيروا في اساميها برضه هتفضل بالاسم اللي الناس عرفتها بيه. انا هفضل رجب الفرخ لحد ما اموت. انت هتقلبها بقى ايه؟ الله، ايه يا ولا في ايه؟ كل ما ابص لك فاكر يا ولا يا رجب، هقول لك رجب عشان ما تزعلش. اول مره شفتك فيه عملت معاك ايه؟ في كانت مقابله حلوه الصراحه. يعني عارف يا رجب،
اول مره شفتك فيها بصيت في عينيك وفي صابع ايديك كده، عرفت ان انت مش متبهدل، وتاكدت ان انت ابن ناس، وحاجه من الاتنين، يا الدنيا بتاعتك طردتك يا انت هربان منها. وانا عمر نظرتي ما وقعت في الارض ابدا. يلا بقى. يلا ايه؟ يلا شوف نفسك.